أحسن الله إليكم، هذا يسأل يقول أنا شديد الغضب، فبماذا تنصحونني وإذا غضبت طلقت؟ أما مسألة الطلاق هذه يراجع المحكمة أو دار الإفتاء، وأما شدة الغضب فيدفعها بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ استعذ بالله إنه سميع عليم. استعذ بالله من الشيطان، وهذا ما يطرد الغضب. غضب رجل يتلاحى مع شخص آخر والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه وقد اشتد به الغضب، قال: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأخبر الرجل بذلك فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فزال عنه الغضب. نعم.